فلورنجات. هلا قلت لكم بدي اشوف عليه هذا بصفر. هذا جلوكوز تمام. هلا شو عملنا هون؟ شو جبت لك شيء 5 جنيه؟ قساطر نواقف سيئة. بهالاثناء بيكون في بس اثنين من الفرقه الارض، فرقه الارض، هن اللي بيكونوا عم يقيموا الحاله. شو شغله شو وضعه؟ هلا اليوم 4/2، اليوم في عنا طلعة على المخيم، هي اليوم بتكون الطلعة السادسة. عنا 5 فرق اسعاف بتعداد 22 مسعف، بين مسعف ومسعفة طبعا، شباب وصبايا. من أخلي حالات إسعافية وأطفال ونساء ورجال كبار بالسن، الحالات الإسعافية عم ننقلها لمشافي دمشق، والحالات اللي ما لها إسعافية عم نساعدها بس لتطلع لبرات المخيم، عم نوصلها لأقرب أقرب مكان يكونوا فيه يلتقوا فيه مع أهلهم. ليش عم تبكي ليش؟ هلا نحن اليوم هي يمكن المحاولة العاشرة أو الدخول العاشر للهلال الأحمر العربي السوري، فرق الإسعاف الأولي دمشق، على مخيم اليرموك. فعليا نحن كل يوم عم نجي من الساعة 12 لساعة 6، عم يتم إخلاء حالات يوميا ما يقارب ال 200 لل 250 حالة. اليوم لهلا عدد الحالات اللي طلعت هي شي 160 حالة، لسه قاعدين لل 6. يلا شو حالك؟ لف وغي؟ يلا. اوه نور.